للحديث عن تطورات الأوضاع في قضاء الدورة ببغداد واشتباكات دارت هناك معنا من بغداد الصحفي العراقي السيد أحمد الجميلي. سيد أحمد، بداية مرحبا بك، ما خلفيات هذه الاشتباكات؟ ما الذي جرى في الدورة؟ نعم أخي، الذي جرى في الدورة هو يعني واقع حال منذ عدة شهور، ليس جديد. الذي جرى هو أنه ميليشيات متنفذة تابعة للحشد، وبالأخص تابعة لما يعرف بكتائب حزب الله الموجودة في جنوب بغداد. هذه الميليشيات قامت بالسيطرة على مئات الدوانم الزراعية في منطقة البعيثة، وهي منطقة زراعية كما تعلمون قريبة جدا من منطقة الدورة، وبالتالي فهي قريبة من وسط بغداد. هذه الميليشيات تمكنت من السيطرة على هذه الدوانم الزراعية، وقامت ببناء مجمعات سكنية وزعتها على أفراد ميليشياتها وعلى عوائل الذين قتلوا في المعارك التي تخوضها هذه الميليشيات في العراق وكذلك في سوريا. الذي جرى هو أنه هذه الميليشيات تمادت كثيراً وبدأت بالاستيلاء على أراضي زراعية يمتلكها عشائر عربية سنية وكذلك شيعية. الأمر الذي أدى إلى رفع دعوى قضائية وعدة قضايا مرفوعة في المحاكم ضد هذه الجهات المسلحة، إلا أن المحاكم لم تبت في هذه القضايا، ما أدى إلى حدوث الاشتباك الذي حصل هذا اليوم عندما حاولت إحدى القوات العسكرية التابعة للشرطة الاتحادية بمحاولة منع هذه الميليشيات من السيطرة على أراضي جديدة، ما أدى إلى حدوث اشتباك وبالتالي سقط أحد القتلى من عناصر الشرطة الاتحادية. طيب سيد أحمد، هناك شيء ذكر أيضا، ذكرته المصادر، وهو موضوع المعسكر الوهمي الذي تم العثور عليه في جنوب بغداد. هذا المعسكر الوهمي التابع للميليشيات، ماذا عنه؟ هل تمتلك معلومات عنه؟ نعم، هذا المعسكر بالضبط يعني موجود بالقرب من جسر مجمع المشن، وأيضا بالقرب من الطريق المؤدي إلى معسكر الرشيد، والمحادي كذلك لطريق الدورة السريع. هذه الميليشيات كما أخبرتك يعني قامت بالسيطرة على عدة أراضي زراعية في تلك المنطقة، وقامت ببناء سياج عالي يبلغ ارتفاعه أكثر من 6 أمتار، وعلقت راياتها وعلقت لافتاتها ووضعت عبارات مكتوبة بخط واضح وكبير أنها منطقة عسكرية. وتخيل أن كل هذه الإجراءات وكل هذه الفعاليات تحدث دون موافقة السلطات الحكومية والأمنية في بغداد طوال هذه الشهور الطويلة، والناس كانت تعاني، الحكومة كانت نائمة، بل أنها عاجزة عن إيقاف هذه الميليشيات ومنعهم من الاستيلاء على المزيد من الأراضي في تلك المنطقة. هذا الأمر سوف يلقي بظلال قاتمة على ما سيجري في العراق خلال المرحلة المقبلة، وخاصة نحن نتحدث عن مرحلة مقبلة ونحن لازلنا في المرحلة السابقة، وهي مرحلة فوضى السلاح، وهي مرحلة آنية إن صح التعبير، فوضى السلاح، انتشار الميليشيات، سطوة الميليشيات، يعني رغم محاولات الشرطة والجيش إلا أن الميليشيات متسيدة الموقف في العراق، تستولي على ممتلكات المواطنين، تستولي على ممتلكات الدولة، تستولي على المال العام. هذا الأمر يعني ما تداعياته في المرحلة المقبلة للعراق ونحن لا زلنا نعيش مرحلة تسيد الميليشيات منذ 20 عاما، منذ 2003 وإلى الآن؟ نعم أخي، يعني التداعيات الأولى لهذا الموضوع هو أن المواطن العراقي اليوم بات يعلم علم اليقين من أنه هذه الميليشيات أقوى من الدولة، وهذه الميليشيات بإمكانها انتزاع حقوق الناس والسيطرة على ممتلكاتهم وتهجيرهم
وممارسة شتى أنواع الابتزاز والتهديد والوعيد بحق هذه العشائر الموجودة في أطراف الجنوبية لبغداد وكذلك في مناطق أخرى كما حصل في جرف الصخر وكذلك في العوجة وكذلك في أطراف سامراء وفي العويسات في الأنبار. الصورة واحدة، هذه الميليشيات تفرعنت وترى أنها ترى أن سلطتها وترى أن سلاحها أقوى من سلاح الدولة، وتتحرك كما يقولون بمباركة المرجعية، والمرجعية في ذلك في ذات الوقت نائمة وتغض الطرف عن ممارسات هذه الميليشيات التي عاتت في الأرض الفساد. نعم. اليوم المواطن نعم. ليس له ثقة بالوضع الأمني، ويعلم علم اليقين من أن أصغر مجموعة تابعة للميليشيات في بغداد بإمكانها أن تعكر صفو الأمن في بغداد بدقائق معدودة. شكرا جزيلا لكم سيد أحمد الجميلي الصحفي العراقي، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.